شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، شهد توقيع مذكرة تعاون بين جامعة البحرين والهيئة العامة للرياضة تقدم بموجبها الجامعة الدعم لمبادرة مقعد خالد بن حمد لجيل الذهب. ووقعت مذكرة التعاون من جانب جامعة البحرين رئيستها سعادة الدكتورة جواهر بن شاهين المضاحكة، ومن جانب الهيئة العامة للرياضة رئيسها التنفيذي سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد السعي لخلق بيئة مناسبة للاعب المميز للحصول على التحصيل العلمي بالموازاة مع تواصل عطائه الرياضي، معربا سموه عن تطلعه إلى دور ومردود مذكرة التعاون التي وصفها بأنها سوف تكون واحدة من روافع المشهد الرياضي في مملكة البحرين، خصوصا وأنها ستتيح لعدد من المتميزين في الجوانب الرياضية المختلفة الالتحاق بالجامعة، وذلك لتعزيز المواهب والمهارات الرياضية بالجوانب العلمية مما يثري أداء وحضور اللاعب الرياضي ميدانيا. ومن جانبها قالت رئيسة جامعة البحرين إن مذكرة التعاون تؤكد التزام جامعة البحرين بما تم التوقيع عليه، حيث ستضع الجامعة جميع خبراتها في خدمة الطلبة الرياضيين المميزين وتساعدهم على الارتقاء العلمي والفني بمستوياتهم ليشكلوا ركيزة جديدة في القطاع الرياضي. بدوره قال الرئيس التنفيذي للهيئة إن مذكرة التعاون ستعمل على إحداث نقلة نوعية في تهيئة الأجيال من الرياضيين البحرينيين الذين يتوقون لممارسة الرياضة واحترافها والمضي بها إلى مجالات جديدة.